بطاطس البوريه باللحمه المفرومه، احنا مسمينها كده. بص، بطاطس مسلوقه، لحمه مفرومه، بصل، خضار، جبنه، فلفل رومي، بهارات، ملح وفلفل قرفه، جنزبيل، شويه كمون، شويه ثوم، شويه بابريكا، وبيض. نشتغل بشويه زيت. واجيب بصلايه كبيره برضو، بنكتر اللحمه اهو برضو بالبصلايه. شويه ملح، بوله كبيره، البطاطس مسلوقه او مهروسه عادي خالص، ممكن تسلقيها وتروحي بشرها بمبشره. ماشي، دي اسهل ايه، هرس البطاطس يعني كده. هجيب ثوم مفروم، يعني مثلا دي لو كيلو بطاطس هحط عليها حوالي معلقه كبيره من الثوم المفروم، ايه دقه يعني، دقه اربع خمس صوص من الثوم كده، معلقه كبيره. ماشي، قلب بس في البصله، عليها البابريكا، معلقه كبيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه فلفل اسود كده، معلقه ملح مش مليانه قوي. عندي هنا قولي كده معلقتين من الزبده. هاخد بقى حته لحمه مفرومه مش كبيره، شويه جنزبيل، شويه قرفه، شويه ملح، شويه فلفل اسود. ماشي، احط عليها كمان اتنين بيضه، دول حوالي كيلو بطاطس مسلوقه. اتنين بيضه، نقطع لها بقى الفلفله الرومي دي عشان انزلها مع الايه، مع الخضار. بصوا كده، حط بس الفلفل بقى هنا، الفلفل الرومي، وبعدين انزل كيس الخضار المسلوق ده. ده كيس خضار مسلوق، يا اشتريتيه جاهز يا اما انت سالقه الخضار بتاعه وشايلاه في الفريزر زي ما انت عايزه. ناخد كده اللحمه المفرومه اللي حطيت عليها الخضار والفلفل وانزلها في الصينيه من تحت. نفردها كده. بصوا اللحمه بقى ربع كيلو، كانه ما شاء الله كانها مليانه لحمه. وبعدين جبت بقى حاطه البصل دي في قمع، ممكن ما تحطش في قمع على فكره، ممكن نعملها وردات، وممكن نعملها ايه، هو طبق غلبان بس ايه، ممكن نشيكه بطريقه بسيطه جدا. لازم المفتكه يا زينب. صح. وبصوا بقى، خدت حته جبنه موتزاريلا رفيعه جدا، يا حابه يعني كبشه واحده، وحطيتها على الوش، خلاص قمنا بالواجب تماما، بقى عليها جبنه وعليها كل الحاجات، وادخلها بقى الفرن تتشمع مع بعض.